بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد ومن والاه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. مؤسسة الإغاثة للتطوير، بئر رقة الخير، صحبة الخير رقم واحد. هذا البئر صدقة جارية عن فريق صحبة الخير في جمهورية مصر العربية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجه الكريم. إخواننا الأحباب، هذه بداية الحفر لهذا البئر، ونسأل الله جل في علا أن ييسر هذا العمل وأن يتقبله خالصا لوجه الكريم. بدأنا الآن الحفر كما تشاهدون إخواني الأحباب، نجهز العدد والأدوات حتى نبدأ الحفر. نحدد مكان الحفر ثم ننطلق بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله جل في علاه أن ييسر هذا العمل وأن يتقبله خالصا لوجهه الكريم. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا البئر إخواني الأحباب في دولة غانا في قرية أسنانم. الآن إخواني الأحباب كما تشاهدون نحن في بداية الحفر، ونسأل الله جل في علاه أن ييسر هذا العمل وأن يتقبله خالصا لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. منذ الصباح إخواني الأحباب ونحن نعمل في هذا البئر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر هذا العمل وأن يتقبله خالصا لوجهه الكريم. ما زال العمل قائما إخواني الأحباب، وصلنا للتربة الطينية لكننا لم ننتهي من الحفر. نسأل الله جل في علا أن ييسر هذا العمل وأن يتقبله خالصا لوجهه الكريم، وأن يجزي إخواننا المتبرعين خير الجزاء عن هذا العمل الطيب المبارك. إخواننا الأحباب، انتهينا من المرحلة الأولى من أعمال الحفر، وهي أننا نحفر حتى نجد الماء، نجد تربة مليئة بالماء، فوجدنا التربة المليئة بالماء والحمد لله رب العالمين. والآن إخواني الأحباب كما تشاهدون نخرج المواسير من الحفر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر هذا العمل وأن يتقبله خالصا لوجهه الكريم، وأن يمن علينا بفضله ومنه وكرمه وجوده، وأن نتم هذا العمل على الوجه الذي يرضيه عنا. فجزاكم الله خيرا ونسأل الله التيسير. إخواننا الأحباب، بفضل الله تبارك وتعالى الآن وصلنا إلى وضع هذه المواسير الزرقاء. كما تشاهدون إخواني الأحباب نضع المواسير الزرقاء، وبعد ذلك بإذن الله تبارك وتعالى نضع الحصى حتى يعمل على حماية هذه المواسير في الأسفل، وكذلك تنقية الماء قبل أن يدخل في داخل هذه المواسير. وبعد ذلك إخواني الأحباب نختبر الماء في هذا البئر، نضع المواسير هذه السوداء، نضعها في داخل البئر ونضغط من داخلها الهواء حتى يخرج الماء، فنرى الماء جودته ونقاوته، نختبره ونعمل على تنقيته، وبعد ذلك إخواني الأحباب نكمل باقي أعمال هذا البئر. بئر صحبة الخير رقم واحد. الآن إخواني الأحباب نضخ الهواء في هذا البئر حتى نختبر الماء. نسأل الله جل في علاه أن ييسر هذا العمل وأن يتقبله خالصا لوجه الكريم. اجتمع أهل القرية حتى يشاهدون هذه اللحظة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر هذا العمل وأن يتقبله خالصا لوجه الكريم. الله أكبر، 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 الله أكبر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا العمل وأن يتقبله خالصا لوجهه الكريم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.
نسأل الله تبارك وتعالى كما أدخلتم السعادة على قلوب هؤلاء الناس أن يجعلكم الله عز وجل من السعداء في الدنيا والآخرة، فجزاكم الله خيرا، وبارك الله فيكم، وتقبل الله تبارك وتعالى منا ومنكم صالح الأعمال، جزاكم الله خيرا إخواننا المتبرعين الكرام، وبارك الله فيكم. الله أكبر، ماء كثيرا وفيرا، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على هذا الفضل العظيم، الحمد لله على هذا الفضل العظيم. نسأل الله جل في علاه أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يخلف عليكم بالخير إخواننا المتبرعين الكرام. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.